أيولون الكوبانيات دت مجراراوين لمبشنت بهاد صفانت إغزر نمزاب من يوسين دلك ماين دميدن بهاد تسنردو ما تدلوسخ دسات تحملن إغزران تم جراوت انتي فوت البيئة نغر من اسمليشت تلات عفار ديما أمدون نظافات دوس حرس ميدن سواحدة تدول لي تلقلت نوك لينين جان دردومات إغزران ميدن سنيني أو أكلين نردومات دين جان إغزران لا أتني الزور نتين دي مزوار مدى بنا التوعان أتكلين أو نينجا ندردو ماتي موشاني لأن سرسيس ندولت مع عافر ندولت أشي تشلت تتجا حملة تنتيتون ندها تيزعلاك الكماين لي زونجا بس عاد يقيم قاع أخذ مزعلوك للمواطن كان عمس الودنا تمريش تواد مزاب انتهي يرود إن شاء الله ربيدي وإن شاء الله يكترحمة لأن الشحينات الكمينات البلديات الدايرت لأن كل بدن كراج والواحد يد واحد يبتع لكن اتصفى للواد من الركام من الخمامات ان شاء الله باش تربيو وترحموا السكان في الواد بالغنم ربوني يحفظ السكان بالغنم او نوعا السكان وكل بلايات غردايا الا غاو نتعاونهم صحاب لي دامبير صحاب لي كمان نتعاونهم كان الجو مدمشان لي بارك يقال القرطي يقال حبس جديد باش كتكلم لي زردم غنتعاونهم تمديت نغات نشمر لي وعاون ماذا بكم اخواني استنغ فاسي لي كل اردم الواد سواء كان شاحنه سواء كان دامبيرات الا كل خطره انصفى الحومه انزوا باه نكمل دسات انصفى انشان وديضن الدرقه انشان انشاني صفى ايدو المشيتو لهذا نطلبوا من جميع المسؤولين وكذلك الجمعيات ان نطلب كل من لديه غيور على وطنه له ضمير ماذا بنا اغن يعس في الواد ادي يكون نظيف في مثل هذه الوقت كل بلديات الولايه هم قايمين بنفس العمليه لاننا نحن اليوم متواجدين في بلديه غردايا ولكن تعليمات كل بلديات الولايه راهم بيقوموا بالشهاده تحت اشراف الساده رؤساء الدوائر والامكانيات المتوفره لديهم. اغلن الحمايه المدنيه اذا انتجنا وطن الايولون شعوب الويدان اما نشتو سجلت الخليه وتابع عنواني لاني ضره. كانت فيها جولات استطلاعيه لمراقبه جميع الشعاب والوديان عبر تراب الولايه بجميع الوحدات كان فيه تم تقديم المعلومات الكافية للسلطات المحلية لأخذ الاحتياطات اللازمة مدن دي الولاية نتغردة يتسبين ان دي قنوشة شيد وعجبنا الحال ستيجناوي وتنت من إلا نشمبرن أوران بهدعدنا ونوامان نفعن وتصدر روطن.